أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة أنه سيتم توزيع كروت الخدمات على أسر الشهداء والمصابين بالمحافظة، وذلك عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي بالعريش اعتبارا من يوم الأحد المقبل في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وشهدت محافظة شمال سيناء توفير 5000 كارت خدمات للتوزيع على أسر الشهداء والمصابين من أبناء المحافظة طبقا لتعليمات صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم والتابع لمجلس الوزراء.